السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس 18 من دورة تعلم لغة الHTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن XHTML في الHTML، يعني وشنو XHTML في الHTML. دونك في هذا الدرس سوف نتعلم شيئين أساسيين، ولا سوف نخرج من هذا الدرس ونحن قد تعلمنا يعني كيف نقوم بإنشاء صفحة باج ويب، وهي كيف يتم إنشاء باج ويب وبيا صفحة ويب كما هذه، كما راكم تشوفوا هنايا. هذه باج ويب انا كريتها، وهذا الكود سورس تاعها. دونك ما عليك واش الا تقوم بانشاء هذه الصفحة في البداية، لانه هذه الصفحة يعني هي صفحة باج ويب، تعتبر مشروع لك او امتحان لك، اذ ما كنت فعلا قد تابعت وفهمت وتمكنت من الدروس السابقة من 1 إلى 16. إذا كنت فعلا تمكنت فإمكانك إنشاء هذه الصفحة وبكل سهولة، وبإمكانك فهم هذا الكود يعني لهذه الصفحة. دونك بالإضافة إلى هذا، نبه أقول أنه يعني توت لي كود سورس تاع لي توتوريال اللي رانا نخدمو فيهم بإذن الله سوف أضع لكم لينك تحت هذا الفيديو دار لاباج جيت هاب بيرسونال توعي، وين تلقاو جميع لي كود سورس تاع لي توتوريال، وهكذا تكونوا يعني تكون الفائدة أشمل وأعم. دونك إذا تلقاو في الكور تاعنا اللي راح يكون يعني عن XHTML. دونك XHTML نقدروا نقولوا هو الإكستنسيبل تاع الHTML، يعني هو إكستنسيبل ماركاب تكست إيبر تكست ماركاب لانجويج، يعني هو امتداد تاع واش؟ إكستنسيبل يعني امتداد تاع واش؟ تاع الHTML. يعني علاش؟ لانه هنايا هذا كاع ايبر تكست ماركاب لانجويج هو عباره عن اكس، هو عباره عن HTML. دونك الاكستنسيبل يعني اللي هو XHTML هو الامتداد تاع HTML. دونك ثاني حاجه اللي نحب نعرفها هو انه لونغاج، هذا XHTML هو عباره عن لونغاج يشابه لونغاج HTML، هو نفسه بريسك باغي، سي جوست دي لين دو كوموند يتبدلوا. وبالإضافة إلى هذا يسميز بالخاصية تاع ستريكت، معنتو ستريكت كوم إن لونغاج دو بروغراماسيو سي شارب وبيا جافا، معنتو ستريكت معنتو كيما جافا، أي اللي كان كتبت كود في الجافا يعني وكان عندك دي زيرور في الكود تاعك ما تافيشيكش الريزلتا، سي باغاي في الإكس أش تي أم إل، هو نفس الشيء، يعني تكتب الكود تاعك كيما الأش تي أم إل بريسك أش تي أم إل، إي أبري وكان تكون عندك دي زيرور في البراوزر ما راحش يافيشيلك لاباج تاعك حتى تكوريجي لي زيرو. هذا واش معناتها؟ هو يسيبورتيوه لا بليبار تاع لي براوزر يخدم معاه. على واش نستعملوه؟ نستعملوه يعني الاكس اتش تي ام ال، نستعملوه ولا جا باش يريبوندي على البوزوا تاع الاتش تي ام ال، لانه الاتش تي ام ال في الحقيقه يدير لنا دي كود يعني نقدروا نقولوا دي موفيز كود دي فوا و سا مارش. يعني كي نجيو هنا الدوكيمون تاعنا ونكتبوا ان دوكيمون اتش تي ام ال، نكتبوا هنا اتش تي ام ال هنا في الهيد، ابري نجيو هنا البودي، البودي باغ اكزومبل نجيو نهزو هذا باراغراف الهيد كومسا هنا، يعني باش نبينو المفهوم تاع نحطو هنا 5 ونسجلو هنا باش نبينو هذا ان دوكيمون اتش تي ام ال عادي كيما مولفين نخدموه، يعني باش نبينو واش المعنى تاع باد في الاتش تي ام ال. باد في الاتش تي ام ال كيما ما سكرناش لا باليز هنا، ما سكرناش هذه سيت اون ايكريتور باد في الاتش تي ام ال، كيما هنا قال لك باد اتش تي ام ال، حاب يقول موفيز اتش تي ام ال، مي لو بروبليم يخدم بيان في البراوزر. الدليل على ذلك كي نجيو لاباج هذه، لاباج تاعنا هذه، ونسجلوها ديريكتومون اللي هي هنا اتش تي ام ال، نيكزيكيتيوها بالبراوزر تاعنا كوم سا، يعني ما كان حتى بروبليم، افيشنا سون بروبليم. هذا هو يعني كيف نقولوا، هذا هو يعني هذا هو البوزوان على واش حنا عيطنا الاكس اتش تي ام ال، باسكو دي فوا هذا الاتش تي ام ال فيه دي زيرور ويافيشينا في لاباج ما يبيناش بلي كاين دي زيرور، جا هذا الاكس اتش تي ام ال باش ينحي هذا البروبليم، يعني كي يعود كاين لي زيرور ما يافيشيلكش. يعني كنجيو هنا نهزو لو ميم كود ونحطوه، يعني نهزوه ونحطوه هنا
نسجلو ونروحو نيكزيكيتيو ما راحش يخرج لنا الريزلتا، يقول لنا عندك دي زيرور ما فرميتش لي باليس تاعك. راحين نتاكدو يعني قبل ما نزيد نشوفو واحد المفاهيم اساسيه اللي نقدروا نزيدوها، اللي نقدروا نزيدوها للدوك تايب ونقدروا نزيدوها لليمون اتش تي ام ال. يعني كاين دو تريك برينسيبال اللي لازمنا نزيدوهم لهذو للدوك تايب وليليمون راسين يعني الروت اليمنت هذو باش يولي لنا دوكيمون اكس اتش تي ام ال. بور لو مومون ماهوش دوكيمون اتش تي ام ال، اكس اتش تي ام ال راهو دوكيمون اتش تي ام ال. باه يولي اكس اتش تي ام ال لازمنا دو تريك نزيدوهم هنايا ودرك نشوفوهم ان شاء الله، ومن بعد نيكزيكيتيو ونشوفو بلي كي يعودوا هكذا ما يسمحلناش ما يافيشيناش. دونك فوالا هذه هي ثاني حاجه. انه في لي براوزر في التكنولوجي تاع لي براوزر لا بلي بار تاع لي براوزر سوا اللي يمشيو في الكمبيوتر كيما هذا تاعنا الفايرفوكس او بيان في لي موبيل فون يعني في التليفون تاعنا موبيل فون لي سمارت او بيان في لي سمول ديفايس لي سمول ديفايس لي زاباراي يعني لي بتيت زاباراي. وهنا تكمل وهنا يكمل البروبليم يعني اللي في لي بتيت زاباراي هذا كاين مونك في الامكانيات ومونك في الامكانيات والقدره على ترجمه هذا الموفيز كود في الاتش تي ام ال. يعني في لي بتي تاباري يعجزوا عندهم واحد يعجزوا وعندهم ما عندهمش القدره باش يديروا لانتربريتاسيون تاع هذاك الكود. دونك سي بور سا جينا لونغاج تاع الاكس اتش تي ام ال اللي ميم سي كيعود عندنا لي بتي تاباري تكون عندهم القدره باش في لي بتي زاباراي مع افيك لونغاج اكس اتش تي ام ال راح تكون عندنا القدره باش باش ننتربتيو ونفسرو نفسرو الكود هذا نفسروه علاه راهو موفيز. يعني يحب يقوم كوريجيوه كان راهو موفيز نكوريجيوه وتخرج لنا لاباج بيان فورمي سون دي زيرور. انت بيان فورمي يعني لاباج على راسين ما عندهاش دي زيرور. هذه هي وكاينه حاجه نبهو بها هي انه يعني دوكيمو اكس اتش تي ام ال نقدروا نقولوا لي جون واش داروا حكموا لي بوين فور تاع الاتش تي ام ال وحكموا لي بوين فور تاع واحد اللونغاج كي سابيل اكس ام ال اللي هو عباره عن اكستنسيبل ماركت لانجويج. يعني سيتين لونغاج دو ماركاج اكستنسيبل. هذا اللونغاج باذن الله سنعمل دوره كامله عليه ونتعلم اساسيات هذه اللغه. دونك بور لو مومون ما نسبقوش الاحداث. يعني حنا غير جيست نبهنا برك باللي ونقدروا في الاكس اتش تي ام ال في الاكس ام ال نقدروا ندوكيمي نكتبوا ان دوكيمون اكس اتش تي ام ال. هذا جيست باه ننبهوا مي نخليو يعني الامور كل امر في مكانه. يعني هذا الاكس اتش تي ام ال نخليوه الى دوره تعلم لغه الاتش تي الاكس ام ال ونشرح ان شاء الله هذه النقطه بكل وضوح. دونك الان ركزوا على انه هذه جوست ان بوين بلي هما داروا لي بوين لي فور تاع هذا لي بوين لي فور تاع هذا اللونغاج وخرجوا لنا لي اكس اتش تي ام ال اللي هو نقدروا نعتبروه يعني روديزاين تاع الاتش تي ام ال في الاكس ام ال. يعني نحكموا هذا الاتش تي ام ال نعاودوا نرسموه في ان اوتر لونغاج كي سابيل اكس ام ال. مي هذه البوان خليوها الاكس ام ال ونعرفوها اكزاكتومون. بور لو مومون خلينا نعرفوا كيفاش نقدروا نكريو ان اكستنسيون يعني امتداد اكس اتش تي ام ال ان دوكيمون كيمسا ونقدروا نقولوا هذا الكود اللي في الدوكيمون هو اكس اتش تي ام ال كيما عندنا ان كود اتش تي ام ال ويا فيشينا الباج ويب. هذه هنا يا فيشينا الباج ويب افيك دي زيرو. هنا الهدف تاعو هو يا فيشينا لي الباج ويب تاعنا سون دي زيرور يعني في الكود سورس ما كان حتى ايرور. دونك هنا راح نشوفوا ستراكتر تاع هذا الدوكيمون يعني كيفاش يكون الدوكيمون هذا ستراكتر تاعو. ستراكتر تاعو يقول لك يعني لازمك تزيد لاين هذه الدوكيمون الدوك تايب تاع الاتش تي ام ال. تزيد لاين هذه الدوك تايب تاع الاتش تي ام ال. هاو الدوك تايب هذا هنا عندنا اتش تي ام ال عادي راح نحولوه الان اكس اتش تي ام ال. دونك نزيدو هذا لاين عفوا نزيدو هذا لاين. دونك هذا لاين يعني زدناه في الدوك تايب ولا عندنا الدوك تايب تاع الاتش تي ام ال تحول للدوك تايب تاع اكس اتش تي ام ال. فوالا وهنا نشوفوا بلي ان فيشي بوينت دي تي دي وهذو لي فيشي دي تي دي هما معرفين في الاكس ام ال وقلنا نخليو الاكس ام ال لدوره الاكس ام ال. دونك هنا سي جوست عندنا ان شومان ان يو ار ال كيما رانا نشوفوا يو ار ال
Et après, on a un chemin ici vers le fichier DTD. Donc, هذا الشيء نخليه الاكسامل ليسونسيال حنا واش نفهمو نزيدو هذا لا لين ونزيدو ان اوتر لين اللي هو هذا في ليليمون روت يعني في ليليمون برينسيبال تاع الدوكيمون تاعنا اللي هو الاشتيامل الاشتيامل هذا هو ليليمون روت اللي هو برينسيبال في الدوكيمون تاعنا اكس اشتيامل دونك هنا يعني نقدروا نقولوا رانا في دوكيمون اكس اشتيامل حتى لحد الساعه رانا في دوكيمون اكس اشتيامل اون فوا نديكلاريو هذا لا لين وهذا لا لين يعني وهذه لالين بالمناسبة هو النيم سبيس تاع اكس ام ال كما نشوفوا هنا اكس ام ال حتى هنا عندنا اكس ام ال ان اس ان اس هو النيم سبيس تاع اكس ام ال سيت اون اتريبي اللي عطينا لها ان فالور هذه لا فالور واش هو يعني تروح حتى للشومه تاع الدوسي وين يتواجدوا كاع لي فايل تاع الاكس اتش تي ام ال في السيرفر فوالا هذا هو يعني الشرح تاعها هو كريينا النيم سبيس في السيرفر هذا النيم سبيس يحتوي على كل فيشي اكس اتش تي ام ال يعني ولا قادرين نشرحوا هذه بيان في الفاليداتور دبل في 3 سي هذا هنا دبل في 3 سي هذا كي نجيو نفاليديو الدوكيمون تاعنا هذا اكس اتش تي ام ال نديرو له لا فاليداسيون او بيان تشيكينغ او بيان لا فيريفيكاسيون راح نشرحوا هذه اكزاكتومون بها بهذه نشرحوها دونك بور لو مومون حنا شي نفهموا حنا عندنا دوكيمون اتش تي ام ال في الدرس هذا واش نفهموا عندنا دوكيمون اتش تي ام ال حابين نحولوه دوكيمون اكس اتش تي ام ال مي كيفاش نحولوه يعني والحاجه اللي نفهموها هي انه هذا يكرينا باج ويب كيما هذه مي بوتاتر فيها دي زيرور مي الاتش تي ام ال ما يديكش لي زيرور خليك خلي لاباج طافيشة مي هذا هنا اللي هو كيما لي لونغاج جافا سي بلس بلس عندك ايرور كيما هما عندك ايرور هنا يحبسك ما يعرفش يشيلكش لاباج حتى تكوريجي ليرور تاعك ما يعرفش يشيلك لاباج هذه هي الفائده من هذا الدوكيوم فوالا هذا قلنا هنا كيفاش نديكلاريو هاو دي زدنا لي دولين هادو وخلصت لا ديكلاراسيون دوك نشوفو في لي زيليمون ستركتور كيفاش نكتبو لي زيليمون قبل ما نكتبو لي زيليمون خلينا نتاكدو من القول هذا يعني حنا قبيل كي جينا في توت الور كي جينا درنا ليكزيكيسيون تاع هذا الدوكيمون عطانا لافيشاج يعني ما منعناش باش يافيشينا درك لو ميم كود يعني هزيناه وحطيناه هنا لو ميم كود وزيدنا دولين هادو باش نانديكو بلي سيتي دوكيمون اكس اتش تي ام ال هنا ولا عندنا دوكيمون اكس تي ام اكس اتش تي ام ال سي جوست نروحو هنا ونجيو اكس اتش تي ام ال ونيكزيكيتيو ونشوف فوالا تري بيان هنا عطانا ايرور وهذا هو قوة تاع الاكس اتش تي ام ال هو انه ما يافيشيلكش لاباج نورمالمون يعني نجيبو هنايا نحطو هنايا بون هنا نورمالمون يافيشينا لاباج كيما هادي باسكو هادي لاباج وهادي لاباج عندهم لو ميم كود هذا على ما هذا جوست اكس اتش تي ام ال وهذا اتش تي ام ال يمشيو كيف كيف سي جوست هنا زدنا دولين هذا باش نبينو بلي اكس اتش تي ام ال دونك هنا نشوفو بلي واش قلنا البيرسينغ اكس اكس كاين ثقب في الاكس ام ال كاين خلل في الاكس ام ال يعني شوف هنا قالك هنا اكسبكتد هذه لا باليز ابري هنا لوكاليزيشن عطاك هنا لوكاليزاسيون تاع الفايل تاعك وقال لك ليرور راه في 23 يعني هنا عفوا هنا رالي هناك عندك ايرور يعني كي جاي يكتب لك بودي يعني فوق البودي عندك ايرور ها هنا البودي لا فيرميتير هنا عندك ايرور يعني لو كان نجو هنا نتاكدوا باللي سي فري لازمنا نسكروا لي باليز باش يمشي لنا فوالا سكرنا لي باليز تاعنا نسجلوا ناكتياليزي فوالا افيشنا تري تري بيان افيشنا هذا سيتين اش 5 هاو اش 5 وانا سيتين باراغراف افيشنا هنا باراغراف بدون مشاكل يعني كان عندنا ايرور كوريجيناه با افيشنا هنا عندنا ايرور افيشنا اش تي ام ال عندنا ايرور افيشن هذا هو لا ديفيرونس فوالا باش تكمل المعنى تاع الاكس اتش تي ام ال ودرك باذن الله زين نتعلموا حوايج اللي هما لي ريغل لي ريغل برينسيبال اللي نابليكيو مع لي زاليمو با اكزومبل حنا عندنا الكود هذا دونك الكود هذا كي نجي با اكزومبل نحطوه في الاكس في الاتش تي ام ال يعني في الاتش تي ام ال نجيو نكتبو بي ار كومسا فوالا بي ار
نسجلو ابري نكوليو الكود تاعنا هذا فوالا جوست هذه سبريميوها هكذا نديرو نوتر بي ار بين باش يدير لنا صوت بلاني يعني هنا حطينا كود هنا واش عندنا هنا قلنا ذيس از بولد اند ايطاليك يعني هذا التكست راهو يعني بولد اند ايطاليك شوف هنا لي باليز عندنا بولد والبولد حطينا على الانتيرير يعني درنا كروازمون بين بولد والاين هنا درنا البولد الاكستيرير ومن بعد يعني التكست هذا يكون ايطاليك وابري نديرو له البورد نغرضوه نعوضوه شويه كي نسجلو ونشوفو في ال HTML واش يدير لنا يعني ها في شنه بدون مشاكل يعني بقى لنا غير سجوز زي نديرو انفيرو هنا يعني ال HTML ما يديرناش مشاكل يعني ها في شنه ميم سي كاين دي زيرور باغ اكزومبل هنا نورمالمون هذه الكتبه انتردي كيفاش يعني راح نفهم انايا هنايا ما نفهمش هنا بوتيتر نفهم باسكو واش قلتلو قلتلو دير لي ايطاليك للتكست ومن بعد دير له البولد يعني مفهومه مي هنا كيفاش يعني افيشينا لو ميم افيشاج راني نشوف لو ميم ميم سي هنا نورمالمون بولد ابري البولد لقيناها على الانتيريور نورمالمون سوا دخل اي اي وتخرج لي بولد سوا الاي تجي على برا والبولد تجي على الداخل هذا هو اللوجيك بار كونتر كون نهزو لو ميم كود ونحطوه هنا نحطوه هنا عفوا نهزو هذا الكود HTML تاعنا هذا ونحطوه في الاكس HTML يعني باش نشوفو الافرق نحيو هذه الدايره ونسجلو يعني ونسجلو ونشوفو هنايا هنا سي الاكس HTML سي با HTML سي اكس HTML فوالا دونك هنا درنا ايرور نفس الشيء قلنا اكسبنتد هذه لو ميم ايرور تاع الخطره اللي عدات وجاب لك ليرور وقال لك هاو ليرور وين في ال 24 يعني عندك هنا ايرور في ال 24 هاي اللي كان هنا قال لك هنا عندك ايرور يعني لازمك تكوريجي هنا دونك هنا باش نكوريجيو الخلل هو انه الشيء اللي كاين هنا اللي حابين نتعلموه هو انه هنا يعني امبريكمون كاين امبريكمون دي باليز انكوريكت يعني درنا الامبريكمون تاع لاي باليز انكوريكت مي بار كونتر هنا كاين ان امبريكمون يعني تضمين لي باليز كوريكت يعني ضمننا هذه لا باليز في التكست و الانتيريور تاع هذه زيد عاودنا حطينا باليز هنا تضمين لي باليز كوريكت هنا التضمين غير كوريكت هنا كاين كروازمون هنا نعكسو باغ اكزومبل ندخلو البولت كوم سا فرضو بلي هذا البولت نجيبوه الانتيريور يعني بولت بولت يا ابري تجي لي طاليك نسجلو ونشوفو النتائج فوالا نحنا لو بروبليم هذه هي سوا دخل بولت الداخل سوا دخل لي اي الداخل هنا يسميوه كوريكتمون كوريكتومون يعني هنا صرا تضمين صحيح فوالا يعني امبريكمون دي باليز كوريكت مي بار كونتر كيما كان هنا من الاول يعني امبريكمون تاع لي باليز انكوريكت هذا يعني الحاجه الاولى النقطه الاولى اللي لازمنا نتفاداوها في الاكس HTML هنا نحبو نديرو انفيرو يعني باش يدير لنا صوت الاني نسجلو ونشوفو النتائج دونك افيشينا ايرور قالنا فوق البودي كاين ايرور والايرور هذا اكسبنتد يعني اونتي سلاش بي ار يعني هنا يعني هنا الاكس HTML ما يقبلش هذه الحقيقه هذه ناقصه البي ار هذه ناقصه هنا درنا سي جوست باليز دو فيرميتور يعني خصنا نديرو ان نوتر بي ار هنا ونسكروها يعني نديرو بي ار هي في الحقيقه تكتب هكذا باليز يعني باش تمشي كوريكتومون في الاكس HTML نكتبو باليز دو فيرميتور باليز دو فيرتير اللي هي تعني لك الصوت الالين يعني نكزنا لالين طري بيان هاو نكزنا لالين وكوريجنا ليرور تاعنا بار كونتر حنا في الاكس في HTML جوست نكتبو بي ار سوا بي ار افيك سلاش او اونتي سلاش ديريكتومون يفهمها ميكسرش راسو HTML ديريكتومون يفهمها بلي الصوت الالين عفوا يعني هنا غير جوست نحيو هادي يعني هنا افيك بي ار فوالا سجلو فوالا بي ار افيك اونتي سلاش او بيا سون اونتي سلاش ديريكتومون فهمها بلي صوت الاني مي هنا بار كونتر هنا ما يفهمهاش لازمك تحط له باليز دو فيرميتور و دو فيرتير
يعني بلو ستريكت. هذه هي وش المعنى تاع بلو ستريكت لي اكس اتش تي ام ال. فوالا دونك هذه في ديكلاراسيون. حاجه ثاني حاجه اللي لازم نعرفوها هي انه هنا لازمك تسكر، يعني سكر كامل لي باليز كيما هنا. ذيس از باراغراف ذيس از انذر باراغراف كيما هنا، يعني باد اتش تي ام ال ذيس از باراغراف. يعني هنا رانا حكينا على النقطه هذه، لازمك تسكر لي باليز تاعك دو فيرميتير اوفرتير فيرميتير اوفرتير، يعني اوفرتير فيرميتير اوفرتير فيرميتير، لازمك تسكرهم. هذه نقطه وهاي الكوريكت يعني تسكرهم. هنا ثاني حاجه كيعود عندك باغ اكزومبل راح هنا دير بي ار، يعني هنا بي ار كيما كنا نحكيو عليها غير مقبايل، سوا تكتبها بي ار في الاكس اتش تي ام ال، سوا تكتبها بهذا الشكل جوست، سوا تعتبرو ان اليمون فيد، ما تعتبرهاش ان باليز دو فيرميتور دو فيرتير، تعتبرو ان اليمون فيد وتسكرو كومسا. يعني كون دير هكذا لو ميم في الاكس اتش تي ام ال يافيشي لك ايرور، نقدرو نعتبروه اليمون فيد. حاب يقول اليمون فيد ونسكروه في ار هكذا نسجلو هنايا ينحينا ليرور اوسي. دونك كيما انديكي هنايا كيما البي ار هذه قالك هاي الكوريكت تاعها، لازمك تسكر بي ار. الاش ار نفس الشيء، باغ اكزومبل كون تجي دير هنايا نازو بي ار هذه ديرو سوطا لاني كيما عرفناها، لازم تكون وهنا زيد جي اش ار، يعني اش ار وتسجل النتائج ابري دير فوالا. يعني الاش ار يدلك هذا لاين الخط هذا اللي يعني راني نشوفو فيه. دونك هنا يدلك سوطا لاين بعد يدلك لاين هذه. دونك فوالا لازم هي تعتبر باليز فيد، يعني هنا الانتيريور ما فيها والو، باليز فيد لازم تسكرها. دونك هذه حاجه ثانيه مفيده. هادو يعني لي راجل برينسيبال، هادو هما اللي لازمك تتبعهم. يعني ليماج باغ اكزومبل في ليماج نحبو حنايا نسيريو ان ايماج، يعني نسيريو ان ايماج هنا نسموها باغ اكزومبل هنا نسميو ان ايماج، هنا نحيو هادي باغ اكزومبل هنا ايماج، عندنا هنايا ان ايماج جوست نسيريو ان ايماج باغ اكزومبل اندكس بي ان جي تاع دبل في 3 سي اندكس بي ان جي فوالا نسجلو هنا، يعني ما سكرناش نسجلو ونشوفو النتائج. ما يافيشيلكش اصلا لاباج ميم سي كلش كوريكت، هنا يخصك تسكر تسكر لي ليمون فيد تاعك. كاينش لي زيرور هاو قالك اكسبانتد، يعني هنا يعطيك يعني يعطيك لي فنقولو يعطيك هنا لا سوليسيون، يقولك بلي عندك ليرور هنا في ليماج، يعني اللي خصك تسكر لي ليماج اللي هو لي ليمون فيد لازمك دير له اونتي سلاش. هاو درنا له اونتي سلاش وقالك جوست فوق البودي كاين ايرور نورجستري يعطينا ريزلتا عادي جدا. دونك تري بيان. دونك هنا انا نشوفو يعني دونك هنا زين نجيو للنقطه اللي بعدها. هذو هما كيف نقولوا لي ليمون فيد لازمك تسكرو ولا باليز تاعك لازمك تسكرها. هذو هما لي دو راجل ولي لي زاليمون امبريكي، يعني لي زاليمون امبريكي يكونوا كوريكتومون، ما ديرليش اليمون امبريكي انكوريكت، كيعود انكوريكت مكروازي عندك ايرور. فوالا نجيو ثاني حاجه باغ اكزومبل كون نحبو نديرو ان باليز نكتبوها، نكتبو هنا وورنينغ، يعني في ليليمون تاعنا نكتبوه، يعني لازم نكتبوه لاور كيس يعني مينيسكول كيما البودي هذا. كون نحبو نديرو بودي كومسا بودي كومسا ونسجلو، يعني بودي وهنا بودي ونسجلو، هنا راح يعطينا ايرور يقولنا يعني عندكم ايرور في البودي. فوالا اكسبانتد بودي، اكسبانتد بودي يعني عندك ايرور في البودي وجوست فوق البودي هذه، يعني هذا في البودي تاعك جوست فوقه يعني حتى الان، يعني هذا هو يعني هنا جوست فوالا كومسا نسجلو ورجعناها بودي ميني سكيل، يعني لي زاليمون ميخصكش تكتبهم اونغو. يعني مازال عندنا ان ايرور هنا سي جوست نسكرو هذه ايميج نسيناها بودي واش قالنا هنايا فورم
يعني هنا نورمالمون لونتي سلاش شو كتجي لونتي سلاش تجي جوست ابري تجي قدام فوالا تخي بيان. دونك ميم لونتي سلاش هادي لازم نراعيوها. ايماجين تو باغ اكزومبل تجيب لونتي سلاش هادي تحطها هنايا في هاد الابري دير هكا هنايا في شيلك ايرور فوالا ايرور. شوف هنا دارلك ايرور هنا. دونك لازمك هادي لونتي سلاش تجي لاصقة هنا في سوبيريور تجي لاصقة في سوبيريور باش ميعرفش يجيكش ايرور. طري بيان هادي ثاني نهز ناخذها بعين الاعتبار. فوالا هادو لي برينسيبال الاشياء اللي نحبو وسي نتعلموهم. هادو كامل في الدوكيمون اش تي ام ال وكنهزو في البودي نهزو البودي تاعنا كامل ونكوليوها هنا في الاش تي ام ال. يعني في الاش تي ام ال تاعنا كيما قلنا هنايا سبريميو هذا يعني يجي نجيو هنا نسبريميو هذا كيما كان عنده هنا. كاين مشكل ثاني لازمنا نحطو هذه ندير لهم كروازمون. يعني في الاش تي ام ال ما عندوش مشكله في شيء الكبر. هنا البي ار ما ياخذوهاش هكذا نخدموها هكا. هذه اش ار ثاني نسيو كيفاش نوسعوا لي سباس هذا. هنا نسيو كيما نوسعوا لي سباس نسجلوا ونشوفوا بلي الاش تي ام ال ما عنده حتى مشكل. الاش تي ام ال ها الاش تي ام ال افيشي لك نورمال ما عنده حتى مشكل. الاش تي ام ال هذا هو المشكل. الفرق بين الاش تي ام ال هذا هو المشكل اللي خلانا نديرو اكس اش تي ام ال. يعني هو تاع لي زيرور عندك ايرور تكوريجيه وتشوف لي ريزلت تاعك. هذه هي باش يكون دوكيمون بيان فورمي. في لي زاتريبي في الاكس اش تي ام ال واش لازم نديرو؟ يعني ما خصكش تكتب باغ اكزومبل تكري ان طابلو فرض بلي كري طابلو فوالا كيما هذا وانا نهزو لي زيكزامبل هذا باش نشرح القواعد الرئيسية. فرضو بلي هذا الطابلو وجيت هنايا سكرت الطابلو تاعك ومن بعد ابري كريت ان طابلو ان طابلو باغ اكزومبل نحبو نجيو هنا تاتر نلقاو الطابلو هذا تاعنا اللي هنا نهزولو جوست تابلو تابلو بون. يعني ما عندناش طابلو هنا. اوكي سي با غاف. دونك جيو هنايا نقولو باغ اكزومبل في الطابلو تاعنا هذا نكرييو نكرييو ان كوم سا نكرييو لي تيراو يعني تي ار فوالا. هنا جوست انا حوست باش نربح شويه وقت بصح معليش. نكري باغ زون دو تيراو نديرو الطابلو تاعنا هكا دو تيراو. في هذا التيراو باغ زون نجيو هنا نكري باغ زون في التيراو هذا نديرو تي اش جوست باش نكسبليكيو نقولو ناين هنا ايش يا بري نجيو هنايا يعني تيرا هنا سي لي تي اش اف يعني الهي تاع الطابلو تاعنا تي اش ابري نهزو هذا تيرا نعاودوه هنايا فوالا تيرا هذا هنا ما نديروش تي اش نديروه تي دي باسكو سي با ان هي تو سامبل تي دي فوالا ونورجستري الدوكيمون تاعنا ونشوفو باغ اكزومبل هنا نايم هاك و اي قال باغ اكزومبل 27 نسجلو نشوفو النتائج فوالا كرينا الطابلو هذا. نحبو الطابلو هذا كيما قلنا باش سي جوست هنا في الاكس اش تي ام ال. يعني كون نحبو نجيو هنا ديرو بوردر نعطيولو اون بوردر دو ان نعطيولو ان ستايل يعني نشوفو هنايا لو ميم بوردر كيما الاش تي ام ال يعني ما عندوش فرق يعني كيما الاش تي ام ال فوالا نسجل هنا باش نشوفو الطابلو تاعنا. طري بيان هذا الطابلو تاعنا عندك ناين
احمد الايج 27. دونك هذا جوست انا باش نبينو الطابلو تاعنا هذا. دونك الميم ستيل يعني هنا نستعملو ستيل ستيل تاعنا في دي ستيل تاعنا البوردر تاعنا كيما واسمو. هنا انسولتري قال لك بلي ما يحبدوش في الكوريكت انك تكتب اللور كيس يعني لي زاتريبي هو بورتو سا مارش ما كريانا حتى بروبليم يعني ما كريانا اكس اتش تي ام ال ما كريانا حتى بروبليم افيشنا تكست ميم سي كتبناه اون كتبنا النيم تاع لاتريبي كتبناها ويث بالماجيسكي احنا نكتبوها ميني سكيل ويث يعني هكذا هذه هي بار ديفو هذا هو المعنى يعني كيف نقولوا كتابة صحيحة فوالا ici عطانا فيري طابلو و دي بي كي كتبنا الويث يعني توتالور فوالا باش نتأكدو يعني توتالور كي كتبنا هكذا 100% شوف يعني عطينا لو طابلو 100% هو واش افيشنا كيفاش افيشنا الطابلو مش تاع 100% افيشنا طابلو صغير دونك مي بار كونتر لو كان نكتبوه ويث نكتبوه ويث كيما لا راجل كيما هنا هادي جوست نسبريمو نكتبو ويث تاعنا عادي فوالا نكتبو الويث تاعنا بالمينيسكيل ونعطيه 100% راح يعطينا طابلو فيري ب 100% عفوا عملنا ايرور باسكو شوف واش قالك هنايا قالك هنا نوت ويل فورمد يعني هنا درنا جوست ان بتيت ايرور قال لك ماهوش بيان فورمي الدوكيمون تاعك اكس اتش تي ام ال وقال لك عطاك لا لين اللي فيها ليرور راه في الويث هذا 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 عطاك ليرور 45 يعني هنا احنا واش نسينا نسينا غير جوست هذه دوبل كوتيشن انا نسجلو شوفوا الدوكيمون تاعنا ولا طري بيان دونك هنا تخصنا جوست نديرو باغ اكزومبل هنا تكست كيما عرفنا يعني تكست الاين نديرو ليفت نديرو لا فالور ليفت فوالا النايم تاعك والاي طابلو تاعك نورمال يعني هنا يكتبها ميني سكيل هذا هو خلاصة القول هذا تكتبها ميني سكيل زيد لي فاليو لي يكون باغ اكزومبل نفرضو بلي هذه ما نكتبوهاش كيما قلنا هكذا نحينا غير انسول دوبل كوتيشن وكي نجيو نسجلو هنا نحيناهم في زوج يا في شي كيرا يقول لك عندك ايرور يعني الدوكيمون تاعك نوت ويل فورمد يعني ماهوش مفورمي بيان فورمي عندك ايرور في لالين هذه لالين هذه واش يخص خاص دوبل كوتيشن هنا يعني لازمك هنا عندك ان كوتيشن هنا و ان كوتيشن هنا يعني لاتريبي تكتبها ميني سكيل وتعطي لها دوبل كوتيشن سينو مي دوكيمون نوت فاليد فوالا هذه حاجه اخرى قال لك ما تقدرش دير لا مينيميزاسيون يعني واش معناتها لا مينيميزاسيون لا مينيميزاسيون ما تقدرش تمينيميزي لي زاتريبي تاعك هنا سيتي انبوت الانبوت هذا مازلنا ما قريناش عليه في الاش تي ام ال يعني درت عليه اكزامبل مي باذن الله هو الدرس يعني في الدروس القادمه ان شاء الله سوف نعمل عن فورميلار ونتعلموا عن الانبوت في الاش تي ام ال واش هو الانبوت معليش حنا نهزو هذا برك جوست بور افوار بور افوار لي راجل اللي راح نابليكيهم على الدوكيمون تاعنا جوست هذو لي اون بوس هذو نتعلموهم في لي فورميلار ان شاء الله في الدروس القادمه نجيو هنايا باغ اكزومبل تحت الطابلو كيما قلنا البي ار اللي هي بي ار كوم سا بونتي سلاش هذه هي لي فاليد في الدوكيمون من بعد ابري نقوليو هذا لا لين تاعنا في لا لين تاعنا هذا كرينا ان انبوت يعني الانبوت هذا هو اونطري ان اونطري كتبنا ان اتريبي تيب وعطيناها شيك بوكس يعني عطينا التيب تاع لونطري هذا شتي شيك بوكس والنايم عطيناه له فيكي الفاليو عطيناه له كار يعني القيمه يعني هي فيكي الاسم تاعها هي سياره وتحمل القيمه هي وسيله نقل وسيله النقل كاين بزاف يعني هي كار وهنايا الشكد درنا ان تشيك يعني لا فيريفيكاسيون يعني لازم هنا نكون مسجلو ونمدو يعني نقولو له فاليد مي فاليديناش يقول لها عندك ايرور هنا الدوكيمون نوت ماهوش بيان فورمي نوت بيان فورمي عندك ايرور هنا ليرور هو انه هادو لي زاتريبي كيما هادي تايم نيم فاليو هادو خصك تعطي لهم قيمه وتحطهم اونتر دوبل كوتيشن
يعني تكتب يساوي تكتب دوبل كوتيشن وتعطيهم قيمه. باغ اكزومبل هنا نعطي له القيمه تاعو سونسيال اعطيه قيمه. هنا كون نسجلو زيد يقول لك كاين ايرور باسكو هذه لا تريبي ما مديناهاش قيمه. فوالا زاد قال لك كاين ايرور يعني هذه خاصك تبدلها قيمه. فوالا فوالا هاو مش عاملك مالغري احنا هنا يدينا تشيك تقدر تهز ديزايبل وتحط ديزايبل ايسونسييل تمد لاتريبي تاعك اعطي لها قيمه. سي انترديف دوكيمون اكس اتش تي ام ال ما تعطيلهاش قيمه تعطي لها قيمه ديزاين المهم اعطي لها ان قيمه الدوكيمون تاعك فاليد. وكي فاليد يعني راح يافيشي لك هذا تشيك بوكس هذا هو تشيك بوكس هي هذه الخانات اللي عليها نايك هكذا يعني تكليكي عليها دير نايك هي تشيك بوكس انبوت. هذا راح نحكيو على الانبوت هذا نحكيو عليه ان شاء الله في الدروس السابقه من هذه الدوره تاع لغه الاتش تي ام ال كي نديرو لي فورميلا. فوالا دونك هذه اخر حاجه اللي راجل في لي زاتريبي تعلمنا لي زيليمون لي زاتريبي كيفاش نديروهم. درك رايحين نديرو خلاصه القول يعني كيفاش نختمو الدوكيمون تاعنا هذا يعني كيفاش نختموه يعني نختموه قال لك وبيا كيفاش كيفاش نريزيميو نريزيميو يعني كيفاش نتحولو من دوكيمون اتش تي ام ال دوكيمون اكس اتش تي ام ال يعني هام لي راجل برينسيبال اللي لازمنا نتبعوه. لازمنا نديرو دوك تايب يعني درنا دوك تايب جديد ها كتبنا هذا لالين. لازمنا نديرو اكس ام ال ان اس هاد اكس ام ال ان اس يعني لازمنا النيم سبيس تاع الاكس ام ال ها النيم سبيس تاع الاكس ام ال كرينا هادو الدولين برينسيبال. ومن بعد هذا التروا والكا نحترمو كيما رانا نشوفو لي زاليمون النيم تاع لي زاليمون يكونوا لور كيز يعني يكونوا مينيسكيل ونسكرو كامل لي زاليمون. في لي زاتريبي ثاني نحترموا النايم ونعطيهم لي فالور ونكتبوهم لور كيز يعني ميني سكيل ونديروا الكوتس يعني الكوتيشن ونعطيهم لي فالور. هادو لي راجل اللي نستعملوهم لي زاليمون لي زاتريبي ونكتبوا لي زاليمون. دونك عندنا دولين نكتبوهم بارابور الاش تي ام ال وعندنا لي زاليمون لي زاتريبي نحترموا هذوك القواعد وانا امونافي هما القواعد اللي كاينين ثاني في الاش تي ام ال ماكاينش مشكل ماكاينش ديفيرونس بيناتهم ثاني لو ميم شوز بالنسبه للاش تي ام ال. دونك هذه هي اخر حاجه راح نتعلموها في هذا الدرس ان شاء الله راح نختموا بها الدرس هو لو فاليداتور يعني تاع الاكس اتش تي ام ال يعني انت عندك ان دوكيمون هذا اكس اتش تي ام ال كتبته وخلصته فوالا كتب الدوكيمون تاعك وخلصته فوالا نوريجيستري كي نجيو نيكزيكيتيو ما يمدلنا حتى بروبليم يعني يافيشينا الدوكيمون تاعنا يافيشيهولنا يعني ما كاش دي زيرور. دونك حنا حابين نتاكدوا نتاكدوا سي جوست نروحو لهذا الفاليداتور هو اللي يفاليدينا الدوكيمون يعني يكتشف لنا اسك هذا الدوكيمون اللي كتبناه فيه لي زيرور لا ما فيهش. يعني انت الدوكيمون كتبته وقاعد يصرالك لافيشاج وحنا قلنا الاكس اتش تي ام ال وكان يكون ايرور ما يافيشيلكش هذه لاباج يقول لك كوريجي ليرور كومام نعاودو نفيريفيو افيك فاليداتور دوبل في 3 سي هذا نتاكدو من هذا الدوكيمون تاعنا. سي جوست نجيو هنا كليكيو عليا هذا يدينا فاليداتور تاعنا هذا هو الفاليداتور ولكن لازمنا خصنا نخيرو فوالا فاليداتور هنايا فوالا وهنا يعطينا سوا نديرو نكتبو ال ار ال اي وبيا الفايل داونلود. حنا نحتاجو الفايل داونلود نروحو البراوزر يعني البراوز يعني نحملو الدوسي تاعنا اللي هو هذا اكس اتش تي ام ال اللي هو هذا يعني هذا اللي قاعدين نخدمو فيه الدوكيمون تاعنا هذا نحملوه كليك دو فوا هاو طلع حنايا الدوكيمون تاعنا هاو رانا نشوفو عفوا هاو نكليكي يعني هاو الدوكيمون تاعنا ونديرو تشيك يعني فيريفيكيشن. دوك هنا راح يقول عملية التحقيق اسكو الدوكيمون تاعنا فاليد ولا موش فاليد. فوالا هنا قالنا ايرور فاوند وايل تشيكينغ يعني ذيس دوكيمون از اكس اتش تي ام ال فيرسيون 1.0 يعني قالك اكتشفنا خطأ في مرحلة الفيريفيكاسيون في الفيرسيون تاع الاكس اتش تي ام ال 1.0 الدوكيمون تاعك هذا اللي طلعته اكتشفنا فيه خطا واكتشفنا فيه ان وورنينغ يعني كاين خطا وان وورنينغ يعني تحذير. دونك كيما هنايا عندنا ريزلتا هما دهنا الفاليداتور هذا باش بالمناسبه نفكروا بهذا الفاليداتور تاع دبليو 3 سي نقدروا نفاليديو دوكيمون اتش تي ام ال اكس اتش تي ام ال و اكس ام ال ميم سي فيشي اكس ام ال نقدروا نفاليديو. دونك هنايا عطانا لي ريزلتا بلي عندنا ايرور هنايا قلنا لونكودينغ
يعني ديتكت اوتوماتيكلي، يعني ديتكسيون اوتوماتيك ديتكت بلي عندك اي تي اف 8 بار ديفو، باسكو هنايا بار ديفو ديتكت لي تي اف 8. دوك تايب اكس اتش تي ام ال، روت اليمون يعني ليليمون راسين هو الاتش تي ام ال اللي هو هذا، هذا هو ليليمون راسين، وهذا ليليمون راسين اللي هو الاتش تي ام ال، وهنا نيم سبيس روت يعني نيم سبيس تاع ليليمون، يعني ليليمون راسين نيم سبيس تاعو هذا ليليمون، ليليمون راسين هذا نيم سبيس تاعو هذا، وهذا اللي هو نفسه هذا اللي كتبناه هنا ها. هذا هو النيم سبيس، هذا يسمى النيم سبيس، يعني النيم سبيس تاعه تاع ليليمون راسين، عندك اتش تي ام ال وعنده نيم سبيس اللي هو هذا. النيم سبيس نكريوه وفي هذا النيم سبيس نحطو فيه كاع لي فيشي اكس اتش تي ام ال، هذه لا فالور اللي نمدوها لاتريبيات. فوالا تريبيا، نشوفو لي زيرور اللي عندنا. ديجا عندنا وورنينغ، هذا هو الوورنينغ. الوورنينغ واش قالك؟ قالك هنا في الوورنينغ تاك تاك دوكيمون ميتا ابري ليليمون اكستيرنال ديكلاريشن ات از اوفن كومون، يعني هنا عنده ان بروبليم تاع شارك كاركتير اون كودينغ، يعني الكوداج تاع الشارك كاركتير، يعني قالك بلي هنا كي نعودو نشوفو ناو كاركتير اون كودينغ، يعني ما كان حتى جو دو كاركتير راهو مديكلاري، يعني هذه هي. قالك هنا في هذا التحذير قالك ما عندك في الدوكيمون تاعك هنا اكس اتش تي ام ال، تنبيه هذا نبهك قالك ما عندك حتى دوكيمون ما عندك حتى تيب دو كاركتير مديكلاري في هذه في الدوكيمون تاعك هذا. وحنا في الاكس اتش تي ام ال بالمناسبه في الدرس السابق عرفنا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون تاع الشار كاركتير، يعني يعني كودينغ دي كاركتير، كوداج دي كاركتير في الاكس اتش تي ام ال. بالمناسبه هنا لاباج هاو هنا تاع الدرس الفائت، يعني اكس اتش تي ام ال شار كاركتير، يعني الكوداج جو دو كاركتير، يعني جو دو كاركتير في الاكس اتش تي ام ال. هاو كيفاش نديروه، كيفاش نديكلاريوه. دونك خصنا نهزو هذه ميتا اتش تي تي بي اي كيف كونت تايب تكست، هذه شار اي تي اف 8، يعني خاصك تحط هذه اون بليس. هو هنايا حكالك يعني قالك بلي في الميتا ما عندكش، يعني في لاباليز ميتا ليليمون اور اكس ام ال ديكلاريشن، يعني ماكش مديكلاري تيب دو كوداج. فوالا ما مديكلاريش تيب دو كوداج تاعك. ودرك باغ اكزومبل حنا هنا نبهنا للخطا هذا، نجيو حنا في الهيد كيما مولفين ونحطو هذا يعني في بلاصه كيما نديرو في الاتش تي ام، هنا في الاكس اتش تي ام ال، اكس اتش تي ام ال هذا هو تيب دو كوداج. هو باغ اكزومبل هو لو ميم تريك كي نجيو الاتش تي ام ال 5، نديرو هذه الاتش تي ام ال 5 يعني نكتبو هذه شار سات تي اف 8. فوالا نجيو هنا اتش تي ام ال باغ اكزومبل الاتش تي ام ال هنا نجيو لهي نكتبو ميتا كونسا عفوا ميتا. فوالا هذه الكتبه في الاتش تي ام ال نورمال، في الاكس اتش تي ام ال لازمك تكتب هذه ديكلاري، هذه لازم دير اتش تي تي بي اي كيف تعطي لها هذه لا فالور، وكونت تعطيها تكست اتش تي ام ال، والشار سي تعطيها تي اف وي. في هذه المرحله ولا في هذه الحاله نرجستري ونشوفوا الفاليداتور واش يقول لنا، اسكي نحينا الورنينغ ولا ما نحيناش، باسكو هذا سين ورنينغ، ورنينغ دارو ايرور مازلنا ما لحقنالوش. نشوفوا الورنينغ هذا، نعاودو ناكتياليزيو لاباج يعني ريسنت نعاودو نبعثو تخي بيان. نحنا الورنينغ، الورنينغ تنحى في هذه الحالة باسكو حطينا تيب دو كوداج تاعنا. دونك زاد افيشنا دو زيرور ها معنا دوك دو زيرور هادو، دونك زين نشوفو شنو هما. دونك قالك لينكنز طاق ميتا سيبريمي بات سبيسيفيك اوكي دونك هنا يعني كاينه حاجه قال لي بلي هنا باليز ميطا تاعك، يعني حنا كيما قلنا من قبل باليز ميطا نقدروا نعتبروها كيفاش، نقدروا نعتبروها سيتيم باليز فيد، ومدامها باليز فيد، باليز فيد هنا تعتبر ماهيش مسكره، باش تسكرها لازم تزيد لها. دونك هنا لو كاين حنا ليرور الاولاني هذا
عاودو اكتياليزيو لاباج نورمالمون ينحي. تري بيان، نحلنا ليرور، بقالنا ان سول ليرور، يعني حنا عرفنا بلي لا باليز ميتا هي باليز فيد، إذن خصك تسكرها. لو كان باغ اكزومبل نفرضو نديرو ان اسباس كوم سا ونسجلو، ما رايحش، راح يديرلنا دو زيرور، راح يعاود يرجعلنا ليرور الاولاني، فوالا، كات ايرور، فوالا، ليرور ديجا قالك شوف هنا، فوالا، انا قالك عندك هنا اسباس، هنا اسباس، هنا اسباس. دونك هادو خصك كامل تنحيهم، يعني تجي هنايا تعاود ترجع الاخر تاعك هنا وتسجل، تعاود تبعث للفاليداتور ديرلو ريسنت. تري بيان، يعني ولا لنا ان سول ايرور في الدوكيمون تاعنا، هذا فيه ان سول ايرور. دونك هذا الدوكي هذا الماركاب فاليديشن سيرفيس هو فاليداتور تاع دبليو 3 سي اللي هو ديفلوبا هذا الاكس اتش تي ام ال والاتش تي ام ال والاكس ام ال، هو اللي قاعد يخدم في هذه الامورات في هذه لي لونغاج. دونك هو بلي ستريكت، يعني الدوكيمون تاعنا وقاعد يصرى له لافيشاج هنا ما فيش دي بروبليم، مي في الفاليداتور تاعنا هذا يعني عندنا روج، عندنا ايرور، يعني فاليداتور ما حبش يفاليدي لنا الدوكيمون، قالنا نوت فاليد. دونك في ليماج تاني درنا بروبليم، لو ميم بروبليم، قال لك نوت سبيسيفيد. شوف واش قال لك هنا، قال لك ريكويد اتريبيوت الت نوت سبيسيفيك، يعني قال لك هنا يخصك تسبيسيفي الالت، الالت في الايماج. حنا لو كان نجيو هنايا الدوكيمو تاعنا هنايا، يعني الايماج هذيك اللي تيليشارجيناها كان عندها ان الت اللي هو هابي فيس، كي نعود نشوفو هنا عندها الت هابي فيس، يعني قال لك خصك ديكلاري هذيك الالت فوالا. وبالاضافه الى هذاك، يعني في الايماج تاعنا وين هي هنا، يعني كي نجيو نعاودو نقراو ايرور مليح، قالك ذا اتريبيوت جو اباوت ذيز ريكويد اون ذا اليمنت ذات يو هاف يوزد تاك 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 اند اكس اش ام ال دوكيمون تاي اتريبيوت ريكويد ان فوالا. عطاك ان اكزومبل كيما هادو، قالك كيما حنا عندنا هنايا في التايب، في التايب يعني في كي نجيو في السي اس اس نكتبو التايب، في السي اس اس لازمك تكتب التايب وتحدد تكست سي اس اس باغ اكزومبل في هذا في من اجل فور ستايل، من فور الجافا سكريبت، من الجافا سكريبت لازمك تقول تكست جافا سكريبت، تكست سي اس اس، يعني لازمك تحدد هكذيك هنايا في الايميج، الايميج لازمك تعطيه الالت، الالت كوم سا، الالت هذي تبدلها ان فالور، دوبل في طرواسي، ايسونسيال تبدلها ان فالور. وتسجل، نعاودو نبعتو ونشوفو لي ريزيلتا. تخي بيان، مانطنو ولات فير البلاك، لي بلاك ولات فير، حب يقول راهو فاليد، قالك ذيس دوكيمون ووز سكسيفلي شيكد از اكس اتش تي ام ال 1.0، يعني قالك باسد، هنا قالك باسد، يعني الدوكيمون تاعك فايت. تخي بيان، وهنايا نشوفو واش قالنا، ما فيش لنا حتى ايرور، قالنا كونغريتيلايشن، يعني تهنئة. يعني فيليسيتاسيون ذا ابلود دوكيمون 1.xhtml اللي هو تاعنا هذا واش به و سكسيسلي شيكز از، يعني هو تم تحقيقه ولا الفاليديشن تاعو بنجاح من طرف xhtml.1 ذيس از مين تاك 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 فوالا. دونك هنا قلنا برافو راكم فاليديتيو الدوكيمون تاعكم وراهو فاليد 100%. دونك هذه هي بعض، يعني كيف نقولوا، يعني بعض، يعني هذا هو الاكس اتش تي ام ال. يعني بالمناسبه لو كنجيو باغ اكزومبل نفاليديو هذا الدوكيمون، نفاليديو الدوكيمون تاع الاتش تي ام ال هذا، نلقاوه شوفوا باغ اكزومبل الريزلتا اللي راح يمد لنا، نجيو فاليداتور هذا ابلود لود ونهزو اتش تي ام ال، اتش تي ام ال الى لا ابلود تشيك فوالا. هنا يعني في الاتش تي ام ال، يعني في الاتش تي ام ال هنا افيش انا دي زيرو، قالك ليرو لو لي لي موبيل نوت لاود شي اليمو 5، قالك دي كونتكست فوالا. عندنا ايرور 2، يعني هنا 3 4، يعني نشوف هنا بليزير بليزير ايرور كاينين، يعني عندنا بليزير ايرور اللي خصنا كوريجيهم، وهذو لي زيرور الفاليداتور دبليو 3 سي ديتكتاهم.
هنايا ما عندنا حتى مشكل، يعني قاعد يافيشينا في البراوزر عادي جدا. مالغري عندنا بليزير ايرور كما نشوفوا هنا، قاعد يافيشي بدون بروبليم. مي هنايا ما يافيشيلكش حتى تكوريجي، وكي تكوريجي 100% وتفوت الفاليداتور، والفاليداتور زيد يديكوفري لك دي زيرور. دونك على هذه حنا في خلاصة القول هنايا واش نقولوا؟ نقولوا باللي نقولوا باللي في هذا الدرس، يعني كي نجيو نريزيميو، يعني هذا هو، يعني هنا ما في الاش تي ام ال تقدر يعني تتحقق ولا تفيريفي لي زيرور تاعك. سي باغي يعني لي راجل تاع اكس اش تي ام ال تقدر تابليكي مع الاش تي ام ال ويتنحاو لك لي زيرور من هنا. دونك هذه هي، حنا الهدف تاعنا هو نتعلمو كيفاش نكونفيرتيو ان اش تي ام ال لاكس اش تي ام ال، يعني كيفاش نكونفيرتيوه. عرفنا بلي لازمنا نزيدو لي دولين هادو، وبالاضافه الى واش؟ بالاضافه الى القوانين تاع لي زاليمون لي زاتريبي اللي لازمنا نابليكيوهم، اللي هما مديفينيين هنايا وعرفناهم هنايا في الكود وشفناهم، اللي هما هاد. يعني كي نجيو للريزيمي حنا تاعنا هنايا كنا عليهم هادو هما، يعني نكتبو لي دولين برينسيبال اللي هو نيم سبيس ودوك تايب تاع الاكس اش تي ام ال، وهادو لي زاتريبي لي زاليمون نحترمو لي دو لوا هادو لازمنا نحترموها. ابري نقدروا نجيو نفاليديو الدوكيمون تاعنا من هنايا. دونك هذه هي يعني في هذا الدرس، يعني درس مفيد، يعني مفيد جدا، يعني تعلمنا انوتر لونغاج يعني في وقت قصير. هو لونغاج لا باز تاعو الاش تي ام ال، يعني ديباليز ايميج، هي دير ستايل، دير الوايث، البرو البار، يعني نفس الشيء. الشيء الوحيد الذي يختلف عن الاش تي ام ال هو انه لونغاج يشبه لونغاج تاع الجافا سكريبت تاع الجافا تاع سي شارب تاع سي بليس بليس. كوم ان كومبيلاتور يكومبيلي كومبيلي كومبيلي يلقى عندك ايرور حبس، يقول لك عندك ايرور حتى تكوريجي ليرور ونافيشي لك الريزلت هنايا. كوريجي ليرور افيشي الريزلت، كوريجي ليرور افيشي الريزلت حتى تعود 100% ويافيشي لك الريزلت تاعك كوريكت. كي تحب تزيد تاكد كاين فاليداتور دبل في 3 سي، هذا اللي هو تري امبورطون تو لي جون يخدموا به باش تتاكد باللي الدوكيمون تاعك راهو 100% ناجح وما فيهش دي زيرور. دونك اكتفي بهذا القدر من المعلومات في هذا الدرس. اتمنى ان الدرس قد يعني اتضح عندكم، اتضح بشكل يعني بشكل جيد. دونك وما تتردوش، اي واحد ما فهمش الدرس يعني كيفاش يعني يتم التحويل تاع الاش تي ام ال اكس اش تي ام ال، يعني عفوا يعني ما تتردوش بوزيو لي كيسيون، بوزيو لي كيسيون، خليو لي اسئله تحت هذا الفيديو. انا ساكون جد سعيد ومستعد ايضا للاجابه عن اي سؤال انتم قد طرحتموه عن هذا الفيديو. يعني بوزيو لي كيسيون اللي ما فهمش، اللي قال كيفاش باغ اكزومبل نحولوا اش تي ام ال اكس اش تي ام ال، الباجا هذه تاع الكود سورس هذايا، كود سورس هذايا كيفاش يتكتب كيفاش ما يتكتبش، يعني باش نافيشي لاباج تاعي هذه الكور تاعي هذا اللي درته هنايا. دونك بوزيو دي كيسيون. انا كيما قلت يعني باش نعاود الريزيمي، يعني قبل ما نكيت هذا الفيديو، هو انه لي كود سورس سوا هذا سوا هذا سوا هذو لي كود سورس هذو اللي كتبتهم كاع راحين نديرهم باذن الله، راح نخلي لكم لينك تحت هذا الفيديو نحو لاباج تاعي على الجيت هاب، وتلقاو كامل لي كود سورس تاع لي كود. دونك ما بقى لي غير نقول لكم ثلاث اشياء رئيسيه قبل ما نكيت هذا الفيديو. دونك اذا كنت يعني تحس ان هذا الفيديو قد افادك، او بيان يعني تحس فعلا بانه هذا الفيديو قد افادك فعلا، لا تنسى ان تعمل لايك لهذا الفيديو. نعم اعمل لايك لهذا الفيديو. واذا كنت يعني من متتبعي هذه القناه اعمل شير لهذه القناه. نعم اعمل شير، بارطاج لهذه القناه مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده بين الناس. يعني ثالث حاجه اعمل يعني سبسكرايب لهذه القناه، اذا كنت ماكش مشترك في هذه القناه اشترك في هذه القناه، واهلا بك في يعني في 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 عالم البرمجه. باذن الله سوف نتعلم مختلف لغات البرمجه في هذه القناه. دونك بقى لي غير نقول لكم الى درس اخر من هذه دورة لتعلم لغة الاش تي ام ال، الاش تي ام ال باذن الله راح نزيد نشوفوا درس، باذن الله راح نزيد نشوفوا درس اخر في هذه الدورة اللي هو 19، وراح نزيد نشوفوا مفاهيم اخرى في الاش تي ام ال. دونك الى ذلكم الحين استودعكم الله وسلام الله عليكم.